هي هتلف. يا خرابي. هيو، النهارده هنروح الملاهي وجايب لكم مفاجاه. هناكل وهنلعب بولينج وهنحلي. وهيكون معانا امنيه عوض بكل بساطه. بس هي تيجي بس. على ما امنيه تيجي، عايز اقول لكم ان احنا هنروح اجدد ملاهي في مصر اللي فيها كل الالعاب الخطيره، وهنلعب بولينج وفيديو جيمز وهنتزحلق على الجليد، وهناكل فرايد تشيكن وهنحلي كمان، وجايب لكم عروض وخصومات بمناسبه العيد. يلا بينا نشوف الحوار ده. اولا طلعنا على ملاهي الملاهي، فيها العاب خطيره والعاب اطفال وبيت رعب وفود كورت واركيد وايس رينك. النهارده عيد ميلاد اماني محمد ومحدش عبرها، فقلت اجيبها فسحها النهارده واقول لها كل سنه وانت طيبه، يعني وانا بصور فيديو كده خدها معايا. محدش عبرني بس في الشك. تعالي تعالي اكسبك، عايزه تكسبي ايه؟ والنبي ايه اللعبه هنا اللي بتكسب؟ كلهم بيكسبوا الصراحه، حسب انت بتعرف تعمل ولا لا. يعني مش هنكسب. ايوه يا مارادونا قناصه ما اهي، ودي كمان يا ريت ما حد كان سأل عني في يوم عيد ميلاد. بالله عليك يوم عيد ميلاد عايزين نكسبها، شغل الشغل. ناولي الله، معلش معلش ما تتحسبش ما تتحسبش، معلش عشان عيد ميلادها. بص يا ماما، بص يا ماما كده اهو. يا نهار اسود. بالله عليك بالله عليك، لا 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 لا, لا, لا اصبر بس اصبر، انا بوريها. ايوه بقى. الله ربنا يكبر بخير. سونيك نسونوحي يا بنتي، ده سونيك. خد القمع يا باشا، مش عايزين منك حاجه. والكوره والكوره والدبدوب نسونوحي. انا اتخدمتش وانا صغيره، اعمل لك ايه؟ دي لعبه اوعى الكهرباء. بالله عليك نظرها ضعيف وعيد ميلادها النهارده. ايه ده، هو انت اللي يلا يا بنت يلا. فين ايه ما بالله عليك عشان نظرها بس ضعيف. يخرب بيت. بص يا انا مغمض. بالله عليك اجين الصحاب، نظري مش ضعيف ايه؟ نشر عليا انا. الله، العف النضارة. سلام يا غالي. مالكيش حجة، مش انت عندك قوة صبر وقوة تحمل وياما شفت في العشرين سنة اللي انت عشتهم المنيلين ده؟ اللي ينزل اشقطيه، هتنزل اهي اهي، مد ايدك يا بيه. كتر خير ما بينا اساسا نلعب. شكرا يا رجالة، معلش عندي دي. وهتلاقي جوه ذا اركيد، مكان فيه فيديو جيمز وفي ار وايس رينج. انتوا كلكم هربانين هنا من الحر يا بوي. ايه ده، دول كورتين، ايه ده، هما كام كوره؟ هو ايه، هو هي ازازه الكولدير؟ انتوا ربطينها بحبل ليه يا باشا؟ عشان ما تجريش. تعالي هتكسبي، يعني هتكسبي. تعالي انا عايز اخش النطاطه. النطاطه ايه، تعالي هكسبك. خش هاتي دبدوب يلا. هاتي مستر امريكا. كابتن امريكا. ايه ده بقى، تتلعبش كده، مرفوض. لا اجيب لك الدبدوق. تركبي موتوسيكلات عن عن. الله. بنلعب مع بعض يا بت يا بت. ايوه بتدوسي هنا يا بت يا بت يا بت، مش فرامل، دوسي كده. هي هتلف. يا خرابي يا لامن يا لامن، نضاره. انا سامع صوت صامولات تتفك، يا رب يكون داري. مقاس رجلك كام؟ 2.45. والله جزارة، عيب عليك بقى، ده دي العيال التوتو دي، اديها الدولفين. عملت حادثة مرة. انا عملت حادثة مرة هنا ازاي؟ يلا يا عيا يلا يا عيا. اركبي النهارده عيد ميلاد، حتى مش عارفة تركبي؟ يا بنت سيبي يا بنت. ايوة بقى سقعها. يا ما لم تفلعي بشيء ابدا. لبسها في الحيط. تعالى لنا بقى. عاملين مراوح بالطراوه. بيلي جو بيلي جو. واشترينا تيكت الملاهي عن طريق ابلكيشن وفرها ب 445 جنيه وبتاخد رصيد 595 جنيه، والتيكت شامل الدخول وكارت الالعاب وكل حاجه. ولو عايزين تحملوا ابلكيشن وفرها هتلاقوا اللينك في البانيو. يا العربات بتزحلق. ايه ده؟ مش هرحم حد. استحلفك بالله ما تفتحلش المشاكل. اهم حاجه سيب لي النضاره والكاب وكل حاجه. ايه 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 كل حاجه ده. بالله عليك، واحده واحده يا عم زيكو.
هي دي بتعمل ايه؟ بتلف 360 ايه؟ يا رب يكون قصده السعر. كفايه لف بقى. يا لهوي انا عندي جيوب انفيه، انا عندي جيوب انفيه. نادي الدكتور، نادي الصيدلي. احلى حاجه ان اللعبه دي جنب الصيدليه. كويس. خفيت النور ليه بس؟ افتح، انا عارف انكم جوه. انا عندي دوار 365، لو تاخدي بالك عمري ما اشتريت كاميرا 619. وكمان عشان تسالك ما تعرفش. بتعب. روحي بس انت العبي كام لعبه على ما انا رايح شويه. دي على هادي خفيفه دي. ما يا عم يا عم يا عم، انا عندي الضغط متسكر. ايه لعبت الالعاب الخطيره؟ لا. طب تعالى لعبك الالعاب الخطيره. نجيب ايس كريم. ايه الطعم؟ ايه الصبر يخرب بيت تفاصتك. احاسب. وبعدين طلعنا على اربيلا بلازا عشان نروح ان لين، ولقينا عروض على ابلكيشن وفرة. عرض البولينج الفورد ب 85 جنيه بدل 120 جنيه، وعرض العاب الفيديو جيمز والاير هوكي والفي ار هتدفع 130 جنيه وتاخد كارت عليه 200 جنيه رصيد. بقول له اكتب لي هب هب، كاتب لي هم هم. العب يا نورم. الصبر الصبر. الدور الدور مش اللي يلحق. قلع الشوز ده، بيقلعوا الشوز وانا داخل بيتهم ولا ايه؟ اقلع الشوز. دي بتلعب باليه. تعال نشوف همهم جاب كام. همهم جاب 8. يلا يا امان يا محمد. الله الله، هتعملها ولا ايه؟ تيبيكال همهم. ابا ابا كان عم هم هم صفر. يلا يا اماني كتر خيرك. بص الارض شاشه، الارض ملونه. عادل امام. ايه ده ايه ده، تعملها ولا ايه؟ ايزي 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 ايزي. عايزين نتصور، عايزين نتصور زي دي. هتشيليني يا حرامية لسه يا لسه يا حرامية. انتوا مش مقفلين الويندوز؟ شكرا ليكي. الصورة مع بعض عشان احنا تعبانين. ايه ايه ايه. الكوبري الكوبري باتنين يا باشا. يا توتو. ألف ألف والتوتو دي وسعها يا تيتا. حلو 1700. صل على النبي يا معلم. أربعة. اللهم صل على النبي. 14 14 فرحة إخوات. وبعدين طلعنا على كانسس عشان ناكل، ولقينا عروض على ابلكيشن وفره. وجبه 3 قطع وبيكون معاها رز وفرايز وعيش وعصير ب 150 جنيه بدل 250. ووجبه راب ساندوتش وماي كوب، عباره عن ساندوتش تورتيلا راب تشيكن وماي كوب من اختيارك وفرايز وكول سلو وعصير ب 175 جنيه بدل 250. او عرض الاثنين ساندوتش كبير، بيكون ساندوتشين من اختيارك وفرايز كبير وكول سلو كبير واثنين عصير ب 260 بدل 457. او الفاميلي ميل، وجبه 8 قطع، 4 بروست و4 ستريبس و2 رز وبطاطس كبير وكولسترول كبير و2 عيش و2 عصير ب 385 بدل 600 جنيه. بنبدا بالسلطات عشان الحاجات الصحيه. احنا نبدا بالسلطات. ممكن تقطع الساعه دي. ريزو في المنزل. ايه 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 ده؟ تشيكن بوب كورن. فراخ محمره يعني.
وبعد ما كلنا عايزين نحل طلعنا على ريتشيز وهو جنبه على طول وموجود ليه عروض على وفرها، مشروب ستار شيك ب 30 جنيه بدل 55 او 2 ايس كريم سوفت ب 35 جنيه بدل 50 او بان كيك 8 قطع من اختيارك مع درينك او ميلك شيك ب 45 جنيه بدل 75. طعم الجاموسه فيه الايس كريم جوسي سايح صعبان علينا بكل كده جيت قوي كده يكون الفيديو خلص فاشوفكم الفيديو الجاي. هب هب.